أم مرضع تتبادل إطلاق النار مع لصوص اقتحموا بيتها. تتعافى سامانسا بوناس من إصابتها بعيار ناري بعد تبادل لإطلاق النار مع الصين اقتحموا بيتها في مدينة شارلوت ولاية كارولينا الشمالية. لقد كانت بوناس ترضع ابنتها عندما رفص الحصان الباب الرئيسي ودخلوا شقتها، فقامت الأم لطفلين بوضع رضيعها في المهد وطالت مسدس زوجها. وقفت بونس التي تعمل ممرضة حربية في ناشونال جارد على ردهة الدرج، فأطلق عليها اللصان النار وردت عليهما من مسدسها. ويقول الزوج بول بونس بأن وقع الصدمة كان كبيرا على اللصين وعلى زوجته. هرب اللصان، لكن بونس تعرضت لإصابتين في سبيل الدفاع عن ولديها. كما وأنشأت الأسرة صفحة على موقع GoFundMe بغية تغطية تكاليف العلاج من خلال تبرعات المحسنين. سلم المشتبه به ريكو لاتور داوكنز نفسه للشرطة يوم السبت، وسوف تتم محاكمته بتهمة الجنحة والإجرام والتعدي على ملكيات الغير. فما رأيكم يا سادة؟